مسلسل انترفيو هو أحدث أعمال الفنان حازم إيهاب اللي قدم خلال السنين القليلة اللي فاتت أعمال كتير متنوعة، وفي لقائنا معاه كشف عن مثله الأعلى في التمثيل. من المحطات المهمة اللي شارك فيها حازم هو مسلسل حكايات بنات، وعرفنا منه مصير الجزء السادس وهيبدأ تصويره إمتى. يا ولاد الذين، انا ما بقولش الشركه فاضيه ليه؟ انتوا قاعدين بتحشوا هنا، كبروني ولا نمشي؟ في بيبروني. من ضمن الوجوه الشابة اللي ظهرت مؤخراً في الأعمال الفنية هو الفنان حازم إيهاب، واللي أكتر من مرة صرح إنه مثله الأعلى في التمثيل هو النجم الكبير كريم عبد العزيز. أستاذ كريم عبد العزيز أنا شفته مرة وحيدة كده، كان هو بيركب عربيته، فأنا وفي لحظة كنت عادي من قريب على فكرة، كنت بفكر في كذا حاجة، أول حاجة أروح أخبطه بالعربية فنقف شوية مع بعض، ده أول حاجة، بس طبعا قلت لا ما يصحش، عيب يعني، مش الراجل ما يستاهلش مننا كده. تاني حاجة قلت هجري عليه وأرقع بالصوت أستاذ كريم بحبك أستاذ كريم، بس برضو ما الصراحة التزمت الصمت وقعدت اتفرج عليه من بعيد، بس مسير اشتغل معاه في يوم من الايام يعني ان شاء الله باذن الله هيروح مننا فين. دي حاجة مثلا انا عندي من وانا تاني سنة مثلا، انا بحب كريم عبد العزيز، هو مثلي الاعلى وهو اكتر ممثل انا بحبه في الليلة دي كلها، فانا عارف ان في يوم من الايام همثل معاه يعني، هي ده اعتقاد، وانا عارفه، وهو لو شاف اللقاء ده بايا كان ايه الصدفه يعني، فهو ان شاء الله باذن الله احنا هنشتغل مع بعض، يا رب اكون جزء صغير جدا من حاجه حضرتك فيها عشان بس يبقى اسمي اشتغلت معاك، وانا عارف ان ده في يوم من الايام ان شاء الله هيتحقق يعني، ما هي مساله وقت مش اكتر.